من موجز الأخبار إلى جولتنا على أبرز مقالات الصحف اليوم، وأبدأ مع معلومات صحيفة الجمهورية. التيار ما جرى في الديمان لا يقدم ولا يؤخر سياسيا. بحسب مصدر حكومي رفيع للجمهورية، إن التقاطع على اللقاء التشاوري بين الديمان والسرايا الحكومي بدأ عفويا وانتهى سياسيا بامتياز، واستفاد كل فريق من شكله ومضمونه وفق حساباته. اللقاء وجه رسالة إلى جبران باسيل الذي يجهد لعزل الحكومة ومحاصرتها مسيحيا وتؤزره القوات اللبنانية في هذه المعركة. وكشف المصدر نفسه أن الراعي كان مستاء جدا من الوزراء الذين قاطعوا اللقاء، خصوصا أنه ليس جلسة لمجلس الوزراء، فهم يحضرون اللقاءات التشاورية في السرايا الحكومي، فلماذا قاطعوا الديمان؟ واعتبر الراعي أن هذه المقاطعة موجهة إليه وليس إلى رئيس الحكومة. وتبعا لأوساط قيادية في التيار، لن تبدل زيارة الوزراء برئاسة ميقاتي إلى الراعي شيئا في واقع الحكومة البتراء والضاربة للشراكة والمظلة الميثاقية التي لم تمنحها المرجعيات السياسية المسيحية. وفي طليعتها التيار للحكومة لن يعوضها المهرجان الاستعراضي أو الفولكلوري في الديمان. وتبدي الأوساط أسفها لتمكن ميقاتي من تغطيس الراعي في مستنقع حكومته، مشيرة إلى أن ما جرى يعكس نوعا من الاستخفاف والخفة في التعاطي مع المسائل الوطنية. وتلفت الأوساط إلى أن معظم الوزراء المسيحيين الذين اصطحبهم ميقاتي معه إلى الديمان لا يملكون أي حيثية تمثيلية، وحتى أن بعضهم لا يمثل عائلته، إذ أن أبناء أحد هؤلاء الوزراء على سبيل المثال هم منتمون إلى التيار الوطني الحر ويحملون بطاقات حزبية. إلى صحيفة الأخبار، وفيها حوار حزب الله والتيار بدء مرحلة أوراق العمل. كشفت المعلومات أن لقاء ثالثا عقد بين النائب جبران باسيل ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا نهاية الأسبوع الماضي. وسلم باسيل الحزب ورقة مكتوبة تتضمن مقاربته لإنشاء الصندوق المالي الائتماني ونموذج اللامركزية الموسعة، إضافة إلى تفاصيل أخرى تتعلق بآلية تكوين السلطة والحكومة والمواقع الأساسية. وفي التفاصيل، أن النقاش استؤنف بين الطرفين بعدما خفت وتيرة المشاورات لأسبوعين خلال أيام عاشوراء. وقد قدم التيار الوطني الحر نهاية الأسبوع الماضي أوراقه حيال موضوعي اللامركزية الإدارية والصندوق الائتماني، إضافة إلى ورقته الرئاسية كتصور لبرنامج الحكم. وطلب حزب الله وقتا لمراجعة الأوراق ووضع أسئلة استضاحية قبل الدخول في نقاش حول المقترحات ضمن لجنة تتجاوز إطار التواصل الحالي بين باسيل وصفا. وأبلغ الحزب باسيل انفتاحه على المقترحات، لكن الطرفين توافقا على أن الأمر يحتاج إلى جهود إضافية مع أطراف أخرى، ومن بينها حلفاء الحزب حركة أمل والمردة وآخرون، فضلا عن تواصل بين باسيل والحزب التقدم الاشتراكي وقوى أخرى، سيما أن الحزب والتيار يتفقان على أهمية عدم ربط الملف بالجهود الخارجية. نتابع مع المقالات الصحفية، والآن إلى مقال من صحيفة النهار: تقاطع المعارضة على أزعور شبيه بدعم معوض، وماذا عن زيارة توني فرنجي إلى الوطنيين الأحرار؟ تشير مصادر سياسية متابعة للنهار إلى أنه من المبكر الحديث عن أي حسم لخيار ترشيح قائد الجيش، وليس هناك من اسم معين قد يتم تبنيه. وعندما تسأل هذه الأوساط هل فقدتم الثبات مع ترشيح معوض ومن ثم أزعور وصولا إلى إمكان ترشيح قائد الجيش، ترد بالقول: بصراحة الأمور معقدة وصعبة، وليس هناك من إجماع وتوافق على أي مرشح، وذلك متروك للأسابيع المقبلة بعد عودة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت، وعندها يبنى على الشيء مقتضاه. بدوره رئيس حزب الوطنيين الأحرار الذي التقى أول من أمس النائب فرنجي، ينفي أنه بصدد انتخاب رئيس تيار المردة سليمان فرنجي. وسأل شمعون: هل يجوز أن نبقى كقوات لبنانية وكتائب وأحرار مسكرين على الآخر؟ فالحوار والانفتاح مسألتان أساسيتان، وتحديدا في مثل هذه الظروف التي تعصف بالبلد.
وعلى خط موازٍ يقول مصدر نيابي قوتي للنهار أن لقاءً عقد قبل أيام وضم النائبين ندى البستاني وجورج عطلة والنائب السابق أدي معلوف، حيث أكدوا أن التيار لا يزال داعماً لأزعور خلافاً لما ينقل في الإعلام، إلا أن المصدر إياه يستطرد ويضيف: نحن لا ثقة لدينا في هذا الإطار، بمعنى أن اللقاءات بين التيار الوطني الحر وحزب الله جارية على قدم وساق. إلى صحيفة نداء الوطن، وفيها اليوم: حزب الله وباسيل يطبخان صفقة. رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي و15 وزيرا اجتمعوا أمس في الديمان ضمن اللقاء تشاوري، وفي مكان آخر كان حزب الله يطبخ مع شريكه في تفاهم مرام خايل رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل شيئا ما في هذا الملف. وهذا التزامن بين لقاء الديمان وما بدأ يتسرب من حوار ثنائي الحزب والتيار يشير إلى أن هناك تحضيرا يجري بينهما استباقا لعودة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى لبنان في الشهر المقبل. ووفقا لمعلومات نداء الوطن، فأن حزب الله وافق فعلا على طلب باسيل المتعلق باللامركزية على أساس مشروع الوزير السابق زياد بارود الذي تدرسه اللجان، لكن بارود صرح لنداء الوطن أن النقاش الذي يجرى الآن عبر وسائل الإعلام ومن قبل بعض القوى والأطراف السياسية حول اللامركزية هو نقاش سياسي ولا علاقة له بالقانون والعلم والنص الدستوري. ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة عبر اتصال هاتفي المحامي زياد بارود وزير الداخلية السابق. صباح الخير. صباح النور استشادي، يعطيك العافية. أهلا وسهلا فيك معاليك. إذن يعني اليوم الصحف تتناول موضوع الصفقة أو الاتفاق بين التيار الوطني الحر، وبالتالي يدرس حزب الله المطالب التي قدمها النائب جبران باسيل، ومنها اللامركزية الإدارية وأيضا اللامركزية المالية الموسعة. وهذا المشروع القانون كنت حضرتك تقدمت فيه من 9 سنوات بالعام 2014، وبالتالي تم تنييمه وتم عدم الأخذ فيه، ويبدو أنه اليوم عاد الحديث عن هذا المشروع. ولكن تقول حضرتك بأنه اليوم ما يحصل هو نقاش سياسي ولا علاقة له بالقانون والعلم والنص الدستوري، فشو قصدك تحديدا؟ يعني فعلا بدير على اللي تفضلت فيه بالبداية، قلت حضرتك أنه يمكن في صفقة بهذا الموضوع. أنا بظن أنه الصفقات ما فينا نحكي عنها بالقانون، نحكي عنها بالسياسة، وهن ساعتها القوى السياسية المعنية هي بتروح على صفقات وتسويات بالمعنى السلبي مش بالمعنى الإيجابي. ولكن إذا كان في قوى سياسية بدأت تأخذ هذا الملف وتحمله إلى التطبيق بعيدا عن الصفقات فليش لا؟ هذا موضوع تأخر كثير، عمره 33 سنة، باعتبار أنه مذكور باتفاق الطائف، من اتفاق الطائف تماما. بالتالي جيد أنه القوى السياسية تاخده على نقاش جدي تمهيدا لإقراره. هذا المشروع صحيح أطلقناه بال2014، بس هو ما وصل على مجلس نواب إلا لل2016، ومن 2016 لل2019 اللجنة فرعية منبثقة عن لجنة الإدارة والعدل كانت عم تناقشه مادة مادة، وعقدت أكثر من 70 اجتماع، واللجنة فيها كل القوى السياسية، ما كانت لجنة اصلا اللجنه اللي اشتغلت على القانون، لانه ما عملته لوحدي، في ناس اشتغلوا معي خبراء، يعني كمان بدنا نعطيهم حقهم. هاي اللجنه كانت لجنه خبراء، ما كانت لجنه سياسيه، واللجنه الفرعيه بمجلس النواب فيها كل القوى السياسيه، بالتالي مناقشه الموضوع منه مناقشه فئويه العلاقه ببعض القوى. هذا المشروع انعمل لكل لبنان، ما انعمل لفئه وحده. اذا في قوى سياسيه حابه تحمله وتمشي فيه لقدام بعيدا عن الصفقات فلما لا. المشروع بمضمونه هو مشروع لا مركزي بامتياز، ما له علاقة بأي شكل من أشكال التقسيم مثل ما أحيانا البعض بيحكوا، ما له علاقة بأي انسلاخ عن السلطة المركزية، بالعكس نحن بدنا دولة مركزية قوية وحدة لا مركزية. هيدي منا فيدرالية، علما أن الفيدرالية كمان هي نظام حكم، هي واحدة من الأشكال يلي دول. ولكن معاليك، يعني الثنائي الشيعي وتحديدا حزب الله يرفض تحديدا اللامركزية المالية الموسعة باعتبار أنه ساعتها منكون دخلنا إلى فيدرالية. يعني يمكن يتم طرح موضوع اللامركزية الإدارية، ولكن الذهاب نحو المالية بأنه كل بلدية كل قضاء كل محافظة تصير مستقلة ماليا ساعتها بيعتبروها فيدرالية. أنا بشكرك على سؤالك، وخلينا نحكي شوي بهذا الموضوع لأنه راح باتجاهات ما لها علاقة بالمضمون العلمي.
وردود الفعل احيانا كانت مبالغ فيها، وعم بتقارب الموضوع مش بالمعنى الدستوري والعلمي والصحيح. ليش؟ لان وقت نحكي عن لا مركزيه ماليه هي مرتبطه بشكل كتير كتير كبير بالصلاحيات اللي بتعطيها للوحدات اللامركزيه. خليني بسط للناس تفهم علينا. البلديات اليوم بلبنان، قبل ما نحكي عن مشروع اللامركزيه، البلديات اليوم هي الشكل الوحيد للامركزيه الاداريه. ليه؟ لانه هي سلطات محليه منتخبه عندها استقلال مالي واداري. طيب البلديات ما عندها موازنه خاصه فيها، ما عندها صندوق خاص فيها، وبتجبي من الناس، ما بتجبي رسوم وضرائب مباشره. هيدي اللامركزيه ماليه. فالمطروح بالمشروع مش ابعد من هيك، هو مجالس مناطق عم تقدر تجبي مباشره، عم تقدر يكون عندها صندوق او استقلالها. وبدي اقول اكثر من هيك، اذا بنعطي لمركزيه اداريه وصلاحيات كثير واسعه وما بنعطي حدا واردات، بلا ما نعمل لامركزيه. ما هو حضرتك بتقول بانه اللامركزيه الاداريه من دون مصدر تمويل، يعني كمان اللامركزيه الماليه، هي عديمه الجدوى، يعني عم تربطهم ببعض. ولكن السؤال، اذا اليوم ما بعرف قد ايه سيتم يعني التوجه الى اقرار هذا القانون او انه يصير فيها الصفقه ما بين التيار الوطني الحر وحزب الله، رح ارجع للسياسه معك بعد شوي، بس خلينا انهي هيدي النقطه. اليوم اذا فعلا تم التوجه الى لامركزيه ماليه، طيب البعض بيقول اليوم رواتب القطاع العام، رواتب العسكريين، رواتب الجيش، تمويل الدولة، فإذا الأموال بدها تروح كلها إلى الصناديق داخل بلديات أو محافظات أو أقضية حسب كيف بده يصير هذا التقسيم عم نفترض، فاليوم الدولة خزينتها كيف بيدخل لها أموال؟ هذا الالتباس الحاصل وقت بتخلق سلطات محلية، أنت عمليا عم بتريح السلطة المركزية من كثير من الأمور اللي كانت هي تعملها. فطبيعي وقت بتنقل صلاحيات تنقل معها كمان واردات. مين قال انه اذا عملنا لمركزيه من 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 عري الدوله من واردات؟ الفكره الاساسيه بالمشروع كانت انه ما نستحدث ضرائب ورسوم جديده. هيدا الكلام كان بال 2014، كيف اليوم من بعد كل الازمه اللي مرق فيها البلد تعمل ضرائب ورسوم جديده؟ اكيد لا. اللي عم بصير هو نقل بعض الرسوم والضرائب من المركز الى المناطق. اعطي مثل بسيط كمان، ضريبة الأملاك المبنية يلي بنسميها بالدارج مسقفات، يلي بتدفعها عن عقار مبني. طيب هذا العقار معروف وين هو بأي جغرافيا. ضريبة الأملاك المبنية بدل ما تندفع لوزارة المالية مركزيا وبعدين ما بنعرف كيف تتوزع، هيدي الضريبة بتندفع مباشرة لمجلس القضاء. هي لا مركزية مالية، بس هل هي بتعني تقسيم، بتعني انسلاخ عن الدولة؟ لا، هيدي بتعني انه بدك تعطي لهالمناطق واردات كافية لتمارس صلاحيات اللي القانون عطاها اياها. عم بسط كثير تقول انه ما في خوف من هالناحية. الخوف بعتقد اللي عند البعض هو يا اما لان مش فهمان فعلا شو هي اللامركزية، او لانه خايف على مصالحه انه اذا عملت لامركزية هيدي معادلة الولاء السياسي بمقابل الخدمات تتراجع. طب معليك، يعني هذا المشروع يلي حضرتك قدمته، هل وصلتك معلومات اليوم رجع انسحب من الأدراج، عم يرجعوا يشوفوه، وهل تخاف من تشويهه؟ يعني اليوم طالما اندرس وبالتالي موجود انه ينضاف عليه وينشال منه بما يتناسب مع هذه السلطة، وبالتالي ضمن صفقة وتحديدا هي مفروض انه بين التيار وحزب الله تصير كرمال يمشي، لانه قال جبران باسيل بوضوح بانه اعطوني الصندوق او اقروا الصندوق الائتماني وايضا اللامركزيه الاداريه والماليه، وانا ما عندي مشكله ساعتها بمشي باي اسم لرئاسه الجمهوريه. فبرايك هل فعلا سنتجه الى مكان الى اقرار اللامركزيه اقله الاداريه مقابل انه تحصل هيدي الصفقه؟ ما بعرف بمضمون الحوار اللي عم يحصل، انا ماني جزء منه. اعلنوا جبران باسيل يعني رسميا على الملأ تفاصيله، لان ماني جزء منه، بس انا عم بقول انه اي حوار بين قوى سياسيه وبتمنى يتوسع هذا الحوار يشمل الكل لاقرار اللامركزيه الاداريه، هذا شيء مطلوب. المهم انه اللامركزيه ما تتشوه باي معنى. اذا رحنا على لامركزيه شكليه بدون مضمون، يعني بدون صلاحيات ويعني بدون واردات، فعلا افضل ما نعمله. بعدين اللامركزيه منا اختراع جديد، الطائف حكي فيها بس قبله كمان،
طيب اذا من الطائف لليوم يلي دخلت فيه حيز الاجماع اللامركزيه من وقت الطائف ما عادت مطلب فيه قوي، على علمي الطائف كانوا الكل موافقين على انه هي اللامركزيه تكون مطروحه وطنيا. وغير الطائف كمان بال 2016 عم بتقلي بانه كل القوى السياسيه بمجلس النواب درست هذا المشروع، بما فيهم الثنائي الشيعي وحزب الله تحديدا، يعني نوابه كانوا مشاركين وموافقين عليه؟ نوابه كانوا مشاركين وتعاطوا مع الملف بكثير من الجديه، بكثير من الانفتاح، بكثير من الايجابيه، فما بظن انه في سبب جدي لما نروح على لمركزيه بعد 33 سنه من اقرارها باتفاق الطائف. هذا المشروع دائما بقول هو مشروع متكامل، منه مشروع كامل، يعني بدكم تزيدوا عليه، تطوروا فيه، تشيلوا منه، ما في مانع، شرط انه ما نشيل منه روحيته الاساسيه يلي هي صلاحيات محليه مع واردات وضمن وحده الدوله. برجع بكرر، اللامركزيه ضمانه لوحده الدوله مش العكس. اللامركزيه اذا طبقت بتريح المناطق، بتخليهم على ارتباط مع المركز، وبذات الوقت بيبقوا عندهم كمان هوامش انمائيه كثير كبيره. بالاضافه لهالشيء لازم نعرف انه باللامركزيه ما في منطقه يعني بتتركها الدولة كليا إذا ما كان عندها واردات كافية. بالمشروع في أفكار كثيرة، واحدة منها صندوق لمركزي بتخلي أنه كمان كل المناطق تستفيد. أنا بدعي الكل فعلا إذا بدهم يناقشوا بموضوع اللامركزية، أول شيء يشوفوا القانون، يشوفوا المشروع، يعرفوا وين عن شو عم نحكي، لأنه للأسف بعض اللي بيقاربوا هذه المسائل عم بيقاربوها بردود فعل إلى علاقة أو بأفكار مسبقة أو بتجارب سابقة يمكن ما كانت موفقة. أنا بظن أنه في مصلحة لإقرار اللامركزية، لأنه كل اللي عم بيطالبوا بالفيدرالية بعتقد عم بيطالبوا فيها لأنه حرموا اللبنانيين واللبنانيات على مدى 3 عقود من أنه يكون عندهم لامركزية. برأيك معالي الوزير، يعني اليوم طرح جبران باسيل لهذا المطلب، هل هو تكبير حجر وبيعرف بأنه لن يحصل حسب يعني ما 9 سنين وحضرتك مقدم هالمشروع القانون وشفنا شو صار فيه من بعد ما درس؟ برأيك 9 سنين كان عم يتناقش مجلس النواب ولكن لم يقر القانون كان عم يتناقش وما في مبرر لعدم اقراره. طب برايك هل هو تكبير حجر يعني بالمطالب لحرق ورقه سليمان فرنجيه؟ ماني شايف الرابط المباشر بهذا الموضوع. بظن انه المطلوب هو انه هالاصلاح، لانه اللامركزية اصلاح، هذا الاصلاح يسلك طريقه. هلا مين بياخده من القوى السياسيه لالي بصير تفصيل، لانه الاهم هو اقرار المشروع، الاهم انه نروح فشخه لقدام بموضوع اللامركزيه. ما نتوقف فقط عن مين عم بيطرح، اذا عم بيطرح وما حدا لقاه بنص الطريق من القوى السياسيه الاخرى هذا المشروع ما بيمشي. يعني حتى لو طرحوا الوزير باسيل وكل القوى السياسيه الممثله بمجلس النواب ما مشوا فيه، هذا المشروع بيكون ولد ميتا. انا بتمنى انه النقاشات اللي كانت باللجنه الفرعيه بمجلس النواب والانفتاح والايجابيه اللي كانت موجوده عند تقريبا كل القوى السياسيه ان تستكمل. نعم، السؤال الاخير يعني خارج هذا النطاق، هو لما بنعرف كل فتره كلها بتصير ضمن اطار صفقات، وبنعرف بانه ايلول قرب معالي الوزير جان ايف لودريان بده يجي على لبنان، وبالتالي هناك مأزق اليوم عند القوى السياسيه بالتسميات. هل لا تزال اليوم بتقول بعدوا لي اسمي عن المناوشات الموجودة بيناتكم والصفقات الموجودة بيناتكم بالنسبة لرئاسة الجمهورية؟ يعني حضرتك طلبت من قبل انه عدم الاقتراب من اسمك من باب يلي عم بيصير مثل ما شفنا اللي صار مع جهاد أزغور، هل اليوم بعدك عند هذا الموقف وبتقول للقوى السياسية كمان حيدوا لي اسمي انا مني موجود لضمن لعبة حرق الاسماء؟ الموضوع ما له علاقة برأيي بالاسماء، عم نعمل الاشياء بالقلب، بدل ما نروح على الاسماء خلينا نشوف شو المهمه المطلوبه من اي شخص بده يتولى هذا المنصب، شو المهمه، شو عده الشغل اللي جايه، اي توافق وطني على المرحله الجايه. كل اصدقاء لبنان خلينا نسميهم هيك باللقاء الخماسي عم بيحاولوا انه يدوروا زوايا بس بدون ما نعمل صفقات. خلينا نروح على خارطه الطريق، تاخذ بعين الاعتبار حاجات لبنان من بعد الأزمة الكبيرة اللي وقع فيها، نشوف كيف بنقدر انه نبني توافقات حول مش الاسم، توافقات حول المرحلة الجاية، شو جاي يعمل هذا الشخص، مين مكان، شو مكان اسمه، واي فريق عمل، اي حكومة، اي رئيس حكومة،
أي أولويات على مستوى الإصلاحات، على مستوى العلاقة مع صندوق النقد، على مستوى إنقاذ ما تبقى من أموال المودعين وغيره. بعتقد هذه المقاربة الصحيحة بتكون للموضوع. لودريان، الفرنسيين، كل اللقاء الخماسي بيقدروا يساعدوا إذا نحن ساعدنا حالنا. بعتقد في هامش كتير كبير محلي وطني بهذا الاستحقاق، لازم نفعله أكثر، لأنه قد ما يشتغلوا أصدقاء لبنان بدون ما نكون نحن عم نلاقيهم كمان بنص الطريق بإيجابية وبتوافقات، مش صفقات، بتوافقات محلية. نعم. وطنية، بنكون يعني عم نضيع فرصة كمان، وعم نخلي عقارب الساعة اللي ماشي بدون ما تطلع لورا عم بتخليها كمان تنتج أزمات إضافية، فراغات كبيرة على مستوى مؤسسات دستورية ومؤسسات أخرى بالبلد، من مصرف لبنان إلى المواقع العسكرية. نعم، الوزير الداخلية السابق المحامي زياد بارود، شكرا لك ولانضمامك لنا للإضاءة على هذا الموضوع، مشروع قانون اللامركزية الإدارية والمالية اللي حضرتك كنت قدمته بال 2014 واللي اليوم يعاد الحديث عنه في الصحافة. أهلا وسهلا.